وحول ما تخللته هذه الزيارة وأهميتها ينضم إلينا المحامي شعاع منصور رئيس بلدية الطيبة. أهلا وسهلا بك المحامي شعاع. إذن كيف كانت زيارة بنت اليوم ولماذا جاء إلى الطيبة على وجه التحديد؟ أولا مساء الخير إلى كل جميع المشاهدين. أولا الجائحة يعني تجوب العالم وتجوب البلاد، كان توجه من قبل المكتب الرئيس الحكومي بعدما أن أقمنا مركز للتطعيمات مسائي من الساعة 7 مساء حتى منتصف الليل على مدار أسبوع الذي بدأ بالأمس، وهناك عدة مسارات أخرى من أجل حث الجمهور في المساعي للتطعيم. توجه من مكتب رئيس الحكومة أنه بده يزور المركز، طبعا نحن ما فيش عندنا ولا أي مشكلة كهيئة رسمية تابعة للمؤسسات الرسمية في الدولة، فأتى طبعا كان حامل رسالة لحث الجمهور وخاصة الوسط العربي الذي فيه نسبة المتطعمين وخاصة في الجرعة الثالثة هي متدنية جدا. فكانت زيارة قصيرة، بعدها كانت لي لقاء شخصي معه أكثر من نصف ساعة. هنا سؤال، يعني هل الزيارة كانت ضمن حملة التشجيع على تلقي التطعيم فقط أم تم التطرق أيضا لأمور أخرى؟ الزيارة هي لحث الجمهور على التطعيم، ولكن عندما يزور رئيس حكومي مدينة أو مدينة مركزية في الداخل مثل بلدي مدينة الطيبة كان لابد يعني أن يكون لقاء شخصي للحديث عن عدة أمور تخص الوسط العربي وتخص مدينة الطيبة بشكل خاص، مثل أزمة الأرض والمسكن، آفة العنف بشكل عام، الميزانيات التي نطالب أن ترصد لحل عدة مشاكل وعدة مشاريع. فيعني مجمل أي زيارة نعرف شوية رايحين نلقي كمان مرة في الطيبة في رئيس حكومة. وهل من وعود قام بقطعها يعني رئيس الوزراء يعني وتعهد بإقامة لربما بوضع حلول لكل للكثير من المشاكل التي يعاني منها المجتمع العربي والآن أيضا على رأسها موضوع الكورونا؟ موضوع الكورونا كما يعني الكل يعلم وشاهدنا اليوم يعني بشكل خاص انه رئيس الحكومة عنده تخوف كبير من هذا الموضوع، ورأينا حتى في حديثه وتطرقه للموضوع منذ أشهر منذ تسلم زمام حكومة إسرائيل لديه تخوف، التخوف مفهوم، المجتمع أو المجتمعات العالمية حتى لا ترحم الحكومات في أي تقصير في هذا الموضوع، فهو يعطي أكبر الاهتمام لموضوع الكورونا. أما باقي الأمور طبعا تحدثنا يعني شو يعني وعودات، أنا بقدر أحكي لك بشكل قاطع يعني بعد ما طلع رئيس الحكومة من عندي وبعد الجلسة بأربع عينين اللي كانت اتصل في مكتب المدير العام لرئيس الحكومة وعينوا لي جلسة لحل المشاكل ورصد الميزانيات يوم الأربعاء. يوم الأربعاء بنكون أكثر يعني عندنا معلومات نقدر ندلي فيها ما هي المشاريع التي سوف يصادق عليها وما هي المشاريع التي سوف تمول وهيك أشياء. نعمل بالفعل أن تثمر هذه الجلسات. سؤال يعني ما هي نسبة التطعيم بجرعة ثالثة بالطيبة؟ مش كبيرة، ما يقارب 16%. لا ننسى أنه في الجرعة ما سبب هذه النسبة القليلة يعني وفي المجتمع العربي عامة؟ أو أولا السبب الرئيسي بدون أي أدنى شك هو التخوف، وخاصة أنه يعني السن الكبير اللي فوق 50 أو 60 نسبة التطعيم كانت عندنا في الطيبة وفي الوسط العربي بشكل إجمال قطعت 60 و70%، ولكن الآن يتحدثون عن تطعيمات للجيل الصغير للشباب والشابات. هناك مخاوف، هناك أهالي الذين لديهم المخاوف وخاصة بسبب بديش أقول إشاعات ولكن هناك عدة نظريات وتوجهات طبية في هذا الموضوع، فالأهالي لديها هذه المخاوف، ومما لا شك فيه يعني أنه يجب الجميع أن يذهب ويتطعم. نحن نرى أنه الآن أصبحت التطعيم أو الجرعات هي الحل الوحيد لفيروس الكورونا في العالم. نحن يعني عندنا وأيضا لتفادي الإغلاقات وأثرها يعني الصعب على المجتمع العربي. هاي اللي بدي أحكيه يعني أنه عندنا الفرصة أنه لا نعود إلى الوراء في إغلاق المساجد وإغلاق المدارس والتعليم عن بعد الذي التأثير السلبي فيه واضح جدا. يعني نحن نرى ازدياد الفجوات في التربية والتعليم،
فأنا عبر شاشتكم الموقرة أتوجه للجميع من لديه الإمكانية أن يتطعم، أن يذهب ليتطعم، لأن هي الحل الوحيد والوقاية الوحيدة لهذه لكل مجتمع، وخاصة إحنا كلي فلسطيني في الداخل، فمهم جدا الحفاظ على صحتنا وعند هذه الفرصة أن نحافظ عليها. نعم، المحامي شعاع منصور رئيس بلدية الطيبة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.